السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرت مصادر متفرقة بأن شركة الشحن الفرنسية لاميريديونال، والتي تغطي الخط البحري الرابط بين مدينتي طنجة ومارسيليا بسفينتين، ستبدأ اعتبارا من فاتح مارس 2022 بالربط بين ميناء أليكانتي بحرا بشكل منتظم مع الميناءين المغربي والفرنسي، وذلك ابتداء من الأسبوع الأول في مارس. الرحلة بين ميناء طنجة المتوسط وميناء أليكانتي مدتها 17 ساعة، وستبدأ بواخر شركة الشحن الفرنسية بالرسو والتوقف بميناء أليكانتي مرة واحدة كل أسبوع لمدة 13 ساعة قبل مواصلة طريقها لميناء مارسيليا طيلة 24 ساعة. وتجدر الإشارة بأن شركة الشحن الفرنسية توفر الخط البحري بين طنجة ومارسيليا بسفينتين هما بلاغوس التي تتسع ل 300 راكب و 200 مركبة و 170 مقطورة، إضافة إلى سفينة جيرولاتا بسعة 800 راكب و 800 مركبة و 140 مقطورة. وفيما يخص شروط السفر إلى المغرب، فإن المكتب الوطني للمطارات يعلن أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين عند الوصول إلى مطارات المغرب، حيث سيتم إخضاع بعض عدد من المسافرين للاختبار المستضد بشكل عشوائي. حيث صرحت بعض الصحف أن اختبارات كورونا لم تعد إجبارية في المطارات المغربية، وأن اللجنة العلمية تدعو إلى تخفيف التدابير بالمطارات لتسهيل ولوج المسافرين. أما الموانئ الإسبانية الجنوبية فإنها تستعد لعملية العبور لهذه السنة، حيث أعلنت إدارة ميناء مالغا جنوب إسبانيا عن صفقة بقيمة 121 ألف يورو من أجل تفكيك وتركيب المرافق التي يستخدمها المسافرين خلال عملية العبور من وإلى المغرب، ويتضمن عقد هذه الصفقة بندا ينص على إلغاء الأشغال في حالة لم يتم اعتماد هذا الميناء خلال عملية العبور المرتقبة في صيف السنة الجارية. وهذه مقتطفات من السنة الماضية لعبور الجالية من ميناء بني أنصار بالناظور. وبخصوص أبنائنا المقيمين بماليليا وسبتة، فإنهم يعانون من غلق بيبان هذه المدينتين. إيوا إن شاء الله تعزم أنيري مليح، غنغلع إلى لقيت ديني. نتمنى زي السلطات المغربية تغزى الناحية تغزى المنطقة ضد سنجالية قين بارا، خصنا داقحان نشي نازو نزال عائلة رخو عامين دحر وقيشة رحر عامين طيارة ذي استمارة خوش نون شقش تحغى مريد شيخ سادح غار ملاغا زي ملاغا طيارة دهوية غاني تا تمارة معليك ذا بعدا يغاربو تحغى الساني تا يهون وتمنى ان شاء الله ذرف ان شاء الله حلا نازم غافر ونطيري ان شاء الله غان غطسن عائلات غان ثاونا غان غلع عائلة ما رقين غدا خير وتمنى ان شاء الله هذيري كل شي مليح ان شاء الله. ما ترفاق دين السعب كريم جاء موين فرنسا در موين سبادي خو فرنسا اولا يتنقى ما يغرى ثانياً يتعطى تما يتعطى المدة 36 ساعة الشيء ملاغة 8 شوت ياخص ويتك 6-7 ساعة ثاني يتيري عوض يهون أقذ ايوان تمنى إن شاء الله ديري كل شيء مليح.